أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام بطهارته سيولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة خصوصاً من سيدنا وصالحين إمام راكب والمقصود من الأول والآخر أهل سلسلة ثم إلى خصوصا صحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح أئمة المجتهدين ومخالدهم بدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر السادات صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ووليات ومسلمين والمسلمات من مشارق الأرض والمغاربية ومن يمينها إلى شمالها سيقول لهم الفاتحة خصوصا أهل سلسلة طريقة قدرية ونقصبانية وجميع الأهل الطرق خصوصا إلى قدرة سلطان أولياء قطب العالمين ربانية الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سليم سيد أبو قاسم الجنيدي البغدادي سيد شيخ معروف الحرقي سيد شيخ حسن بصري سيد شيخ جعفر صديق سيد شيخ أبي يوسف الخمداني سيد شيخ أبو يزيد المسلمي سيد شيخ أبو بهاءالدين النقشبندي سيد شيخ أحمد خاتم سمبس ابن عبد الغفار سيد شيخ عبد الكريم بنتن سيد شيخ أحمد طه كليسا بوشربون سيد شيخ عبد المبارك بن نور محمد سوسان سيد قطبي رباني سيد شيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وفروعهم وأهل سلسلتهم لهم الفاتحة وخصوصا جميع الأولياء الصالحين وكتب ربايان الإلهية إلى الأرض المغرب ومن يمينها وإلى شمالها سيلهم الفاتحة خصوصا أرواح سيد الشيخ أحمد حسن السجلي رضي الله عنه خصوصا أرواح سيد أبو منصور الحلاج خصوصا أرواح سيد المهبن أسمعين شيخ سيتي جنر خصوصا أرواح شيخ سبكر الفاتحة خصوصا أرواح سلطان أغوم مataram وإلى درجة ملائكة المقربين خصوصا جميع ولي سمك مانكوتان أزوا خصوصا سكرة تماهين بربادا كاروان ولي درجة سونو بنتان كاروان سيسنا بربانس كاروان سموي كميجان خصوصا سلام الفاتحة خصوصاً إلى أرواح كي مهاجر فريق ديري كي هاسم أسري تبويرام كمبان كي أسان سامسول عريفين سيكو بوندو كي حميد بسروان كي فضل ومانون سرينان جو بس مقسوم لرقويو كديري كي عبد الرحمن وحيد جمبان كي عبد الرحمن وحيد جمبان خصوصاً كي عثمان جاتي بورو سرابايا وخصوصاً كي أسري الإسحاق سيئ لهم الفاتحة
ثم إلى حضرة سؤال أبي وإلى حضرة سؤال أمي الفاتحة ثم إلى خصوصا جميع من الإخوان والأخوات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل سلسلة بيتيان اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وسبح لهم الفاتحة. ثم إلى حضرة سوسن وإلى حضرة سوسن سهل لهم الفاتحة. ثم إلى الرجل سلطان مالك قرون المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم شرك العبد إلى مغفر فيها بري وبريا خصوصا أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجلدنا ومسيخ ومسيخنا وساترة ساترتنا ولمن استعمل هنا بسبب سهل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.